زعما نهضر. المهم كنت ان شاء الله كنت نبدا لكم هادشي هذا بالتخربيق، سمحوا لي. كنت نهار 16 غندير واحد الاحتفال زعما غير اسبوع وداك الشيء باش نحتفل براسي وبنتي وهذا، وما كتبش نهار 16 واجدنا داك الشيء حتى نهار 20، وبقيت هكا كنوجد راسي هكا نهار 20 داك الشيء، ولكن ما كتبش عاوتاني نهار 20 حيت مشيت وقست كنشط ودرت داك الشيء كله باش نفرح براسي، ما كتبش. هادشي هذا اللي كنقول لكم مطلوب مني، فهمتوا؟ دابا خصني نقولو، ما كنتش باغا نقولو اللي كنت كن اشاك فوا كنقول لكم اشاك فوا كنقول لكم انا نبان انا وراجلي، ما عمري نبان انا وياه وما عمركم تشوفوني انا وياه. علاش؟ حيت انا تعرف حتى واحد ما يقدر يقول هاد الهضره هادي حيت ما راضيش بيا، ومن حقه ما يرضاش بيا، وما راضيش يعيش بيا عائلته، وما كيحملونيش. وديك لي كومونتير اللي كنتو كتكتبوهم بصح يمكن عندهم الحق، يمكن انا بصح انسانه خايبه ولا ما عرفتش، الله اعلم. ما يمكنش نحكم على الانسان. لا نقول لهم هذا سالت القصه هنايا، انا ما مرتبطه بحتى شي انسان، وانا دابا انسانه حره طليقه، والله يسهل على كل شيء، والله ما صافي صافي بصدر رحب، والواحد يتقبل الخساره. خسرت في هذه الحرب اللي كانت دايره متقلع عليا بزاف لواحد الدرجه كبيره. حتى بنتي خسرت في هذه الحرب، وحتى بنتي ما عمركم شفتوها مع بواها، حتى هي ما عرفتش ساره كتهضر بلا ما تهضري. صافي هادشي اللي غنقول لكم، اللي غنقول هو ربي كبير بزاف بزاف، الله يعطي شي وحدين اخرين اللي يفتخر بهم ويقدرهم ويرضى بهم. ما هاد الهضره هادي اللي كنقول ما عمري كنت باغيه نقولها، ولكن حيت هو قال لي ما يقدرش يوسخ وجهه. بكي يا بنتي بكي، ان شاء الله نفرحوا الحياه كلها بنتي، ماشي مشكل. ما قدرش يوسخ وجهه ويهضر في هاد الشيء هذا ويجبد سميتي، حيت سميتي فيها الوسخ، سميتي كتوسخ. والله تعالى شجاعة ملي قدر نقول هادشي هذا، خرجتو ارتحيت. صافي هادي هي الحقيقة، عافاكم ما تجرحونيش بلي كومونتيغ، هزيت بما فيه الكفاية، ما بقيتش قادرة. صافي والله ما تجرحونيش بتا شي حاجة. المهم دابا وصلني واحد الميساج كيقول زعما بلي انا هضرت بهكا من عند هاد الشخص المعني بالامر باش نبين راسي راه انا مظلومه، وبلي هما ظالميني. انا ما ظلمني حتى شي واحد، الوحيد اللي ظلمني هو انا اللي ظلمت راسي، وثقت في راسي اكثر من القياس. ماشي كلشي يقدر يبغينا، ممكن انا نكون غلطه، ممكن انا نكون درت شي حاجه غلطين، بصح انا ما باغا والو من هاد الشيء هذا. انا درته تحت الطلب، وباش هذاك الشخص ما يبقاش مرتبط سميتو بسميتي، حيت كتجيب له التقية سميتي كتعيف. انا ماما وخوتي، هاي اختي ساره مسكينه كتبكي. هادشي هذا، هادشي هذا خايب بزاف، وما بغيت منه والو. شوفوا انا هادشي هذا ما نديروش في اليوتيوب باش حتى شي واحد ما يقول لي انا ندخل فلوس من هادشي. انا ما بغيت ندخل لا فلوس لا والو، انا بغيت نبقى بخير. يا ربي مسكينه كتعيط، كلشي كيعيط لي، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، ولكن صافي ما بقيتش قادره. صافي هنا سالا كلشي، صافي الجهد ديال الحرب سالا عندي، ما بقى استسلمت. والله كاين شي ورقه بيضاء نهزها، صافي استسلمت، عطوني اتساع، بعدوا مني وخليوني نربي من شو. اللي غنقول لكم هو ان ما بغاش نهضر في التخربيق هذا. اللي غنقول لكم ان هذاك السيد مرتاح دابا، حيت انا ما كايناش في حياته، وحيت هاد البنت هادي ما عمرو دار على ودا شي حاجه، والدليل هو انه فرط فيها وفرط فيا. صافي فرطتي فينا خويا، سير الله يسهل عليك. ما عمرك رضيتي بهاد البنت، حتى نهار طلبتي مني نخرج ونقول عاد حط صورتها سي تخوطاغ، فينا عارفه وكلشي عارف انك انت عمرك رضيتي لا بيها لا بيا. وهذيك التصويره راه السبب ديالها هي انا، اللي سمحت في قرايتي وسمحت في فلوسي وسمحت في كلشي وجبتها لك باش تحس بالابوه. دونك دابا دور الملاك الطاهر نساء، والله ينعل هاد الانستغرام، والله ينعل هاد السوشيال ميديا، والله ينعل هاد التخربيق كله، الله ينعلو. انا ما بغيتش بنتي تشوف شي نهار هاد التخربيق هذا، ما كنتش باغاها عليك، كنت كنبين ان كلشي زوين. علاش دابا حط صويرتها؟ علاش؟
علاش صاحبي حد صورتها؟ علاش حد صورتها؟ وعلاش كتبين راسك زعما راه انت زوين؟ راه الاب بالوان هو اللي كيشد بنته عنده وما كيفرطش فيها. انا عشت بلا اب، علاش جبت بنتي باش ما تحرمش من داكشي اللي انا تحرمت منه؟ ودابا جالس كدير لنا الشوها سير عيد ميلادها كنت كنرغبك، كنقول لك حطيت صويره كل عيد جويوز انيفيرسير فينا، نهار حطيت صويرتها ما كتبتي لاش تا كومونتير ميم جيم ما درتيهالاش، ودابا شنو؟ علاش دابا حاط لها هادشي هذا زعما تكبر بيها؟ ما كتفهمش هي، هي كتحس ملي تكبر غتعرف كلشي شنو كان واقع فيه، غتعرف الخبايا كل ما نقولهاش والو انا باش ما نجرحهاش، باش تبقى تشوفك انسان واعر، دونك انا حدايا ما عمرك تبان انسان واعر. شوفوا اقسم بالله العلي العظيم وربي شهد عليا وراس بنتي وخا ما جيب معها الفم والو، والله العلي العظيم ما عمري كنت باغا نخرج ولا نقول شي حاجه، دوزت العذاب الاليم وما عمري في حياتي قدرت نهز تليفوني ونصور شي حاجه، وعندي فيديوهات اللي فيهم تشوفوني تعرفوني شنو داز عليا، ولكن قلت لا هادشي هذا مشاكل ما نربح بها لا فلوس ما ندير بها لا بوز، ما كنحبش هاد الكلمه ديال البوز، انا دابا هضرت حيت هو طلب مني خلي خرجي، بغيت نتهنى منك ومن هاد العلاقه صافي، دونك انا خرجت باش هذاك السيد يولي حر، انا وبنتي كنساهبوا ما بغينا منكم والو، بغيت غير نعيش مع بنتي بخير ونربيها بخير ونعيش انا وياها مزيان، صافي هادشي اللي باغا ما باغا منكم والو. داكشي اللي في جهدي كله اللي ما تقدر ديرو حتى شي وحده ودرته انا على وجه بنتي وعلى وجه داك الحب اللي كان ما تمر فيهم والو ما اعترفوا بوالو الله يعني.